بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله في النعمة والبلاء، الحمد لله على عظيم النعماء سبحانه وتعالى عما يصفون، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وصفي الأصفياء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأتقياء. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نتقدم في هذا اليوم ابتداء مجالسنا هذه التي اتشحت بالسواد حزنا على أبي عبد الله عليه السلام، بأحر التعازي إلى سيدنا ومولانا حجة الله علينا القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بشهادة جده الإمام الحسين عليه السلام بهذه الأيام الأليمة التي كانت من بداية الإسلام اتصفت بالألم ثم استمرت بالألم، ولا زال الألم هو من أبرز صفاتها. نحن لربما يكون غدا هو أول شهر محرم من حرام أو بعد غد، ولكن علينا على كل حال أن نؤهل بهذا الشهر بالطريقة المناسبة له. هنا ينشق الناس على قسمين، فقوم يؤهلون به فرحا ومرحا واحتفالا واحتفاء على أنه يوم سعيد بداية هذا الشهر، على أن بداية هذا الشهر هو يوم سعيد. ليش يعتبرونه عيد؟ ليش يقولون أنه رأس السنة الهجرية؟ وهنا لن أطيل في هذا البحث، لنؤكد أن السنة بدايتها وكما أشرت في بعض كلامي هو أول شهر رمضان عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لا بد لنا أن نسير لنظم الأمور مع ما جرى عليه القوم من أن بداية السنة هو شهر محرم الحرام، ولكن هذا لا يعني أن نعتقد بأنه هو بداية السنة. كان على ما ينقل التاريخ قبل الإسلام هو بداية السنة، وبقي تنظيم الوقت على هذا الأساس. إن كان ذلك فنحن نجري كما نجري في كثير من الأمور على ما يجري عليه عامة الناس فقط لتنظيم الأمور من حيث الوقت وما إلى هنا. أما من حيث قيمة اليوم فلا، قيمة يوم بداية السنة هو في أول شهر رمضان على ما يعد الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في بعض كلامه أن بداية كل سنة هي بداية شهر رمضان، بداية كل شهر، بداية أول يوم من كل سنة هو أول يوم من شهر رمضان، وكما يعد الإمام الصادق بشيء مشابه عن هذا، وكما قرأتم وقرأنا في الأعمال في أعمال شهر رمضان أنه تقول في أول السنة كذا وكذا، أو تصلي كذا وكذا وتفعل كذا وكذا، فيعبر عن شهر رمضان أول شهر رمضان بأول السنة. ثم أنه حتى لو كان أول السنة محرم، شهر محرم الحرام، بداية محرم الحرام، هذا لا يعني أنه عيد ونفرح به. ولو كان عيدا حقيقيا
مع مصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام لا يرضى عنه، فإنه لو أصيب الإنسان بأحد أحبته بأحد أعزائه في يوم عيد الفطر أو الأضحى، هل يبقى هذا العيد عيدا بالنسبة إليه؟ لا يبقى، إضافة إلى أنه الهجرة النبوية الشريفة كانت في بداية ربيع الأول، في اليوم الأول من ربيع الأول. فنحن لا نرضى بأن يكون أول شهر محرم هو يوم مباركة بين المؤمنين وبين المسلمين، لا داعي لأن يكون أولا، ولا نرضى باعتبار ما ذكرنا. إذن فالفرقة الأخرى والتي هي من يوالي محمد وآل محمد محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون لا، إن هلال شهر محرم هو هلال يدعونا إلى الحزن، يدعونا إلى أن يعزي بعضنا بعضا، يدعونا إلى أن نستشعر الألم الذي يتألمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونأخذ هذا المعنى من كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. فمن ذلك قول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في حديث مفصل، في حديث يصلح أن يكون قاعدة لنا عندما نريد أن نفكر كيف وماذا علينا أن نفعل في بداية شهر محرم، ما هي الحالات التي علينا أن نعيشها في بداية شهر محرم؟ فنرى أنه يقول ويشرح عن هذا الشهر، شهر له عظمته لا ريب، له قيمة، وكان له قيمته قبل الإسلام ولم يردها الإسلام، هو شهر من أشهر الله الحرم، إذن له حرمته. يقول إمامنا عليه السلام على ما روي عنه: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا، يعني الكفار الجاهليون كانوا لا يقتلون فيه أحدا. بعد الإسلام والنهضة العلمية والفكرية التي أتى بها الإسلام، وهؤلاء الذين يدعون أنهم انتموا إليها هم الذين هتكوا حرمة آل النبي وحرمة هذا الشهر بكل الاعتبارات، وهتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، سبي النساء، يعني هذه حالة السبي في الإسلام متى كانت؟ بين المسلمين متى كانت حالة السبي؟ حصلت حروب في الإسلام، ولكن الإمام علي وضع نظاما لهذه المسألة. نعم يقاتل الفئة الباغية من المسلمين، قاتل أمير المؤمنين عدة فئات باغية من المسلمين، ولكن لم يأخذ نساءهم، لم يسبي نساءهم، لم يأخذ أموالهم، لم يستعبدهم. القتال هنا لحل مشكلة وليس لكي يتعاطى معهم كغير المسلمين، ولكنهم هم صلوات الله وسلامه عليهم سبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأضرمت النيران في مضاربنا، يعني في خيامنا حيث ضربت الخيام، وانتهب ما فيها من ثقلنا، يعني كل أنواع التعدي واحدة تلو الأخرى كانت تحصل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يتكلم عن المحرم ويجعل المحرم كأنه يوم الحسين، يعني لا يتكلم فقط عن يوم عاشوراء، لأنه بدأ بالكلام عن شهر محرم أليس كذلك، ثم يقول إن يوم الحسين، فهذه الأيام الأولى من شهر محرم كلها من أيام الحسين كما سيظهر من حديث آخر. إن يوم الحسين صلوات الله وسلامه عليه أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أقرح
يعني جعل الجفون متقرحة متشققة ملتهبة إلى هذا الحد. يعني التأثر العاطفي كان في أوجه وأثر بالعيون إلى هذا الحد من كثرة البكاء أسبل دموعنا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. لأجل ذلك نعيش ما عاشه أهل البيت، نستشعر الألم عندهم لأن هذا الألم باقٍ، يقول إلى يوم الانقضاء يبقى هذا البلاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا. وكان من يعني أبوه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الكآبة يعني مثل اليوم باش بكرة أو بعد بكرة، من هذا اليوم يتهيأ الإمام الكاظم عليه السلام ويدعونا للتهيؤ لهذه الأيام القادمة إن شاء الله. وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام. فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن ذكرت هذه الرواية تكليفنا في مثل هذه الأيام، وأنه علينا أن نستشعر هذا الألم وهذا الحزن وهذه المصيبة وهذه الفاجعة على نحو التأثر العاطفي. انظروا، إني الإمام حسين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا قتيل العبرة. العبرة شو يعني؟ بكاء، دمعة يعني. فإذا هذه الدمعة مطلوبة، وكل ما نفعله من تهيئة ومن تأثيرات لتحصيل هذه الدمعة كما هي لها أجر عظيم، كما يحط الذنوب العظام كما يعبر الإمام، هذه كلها أيضا لها أجر عظيم لأنها تسير في هذا المسار. لم يقل لنا كيف نبكي، لم يقل لنا كيف نصنع، طلب منا التأثر، طلب منا التفجع، طلب منا البكاء إلى حد إقراح الجفون، ولم يقل لا تفعلوا الناحية العاطفية. أقول هذا لأن هناك توهم منشأه أن الإمام الحسين هو إمام هو حجة الله على الأرض، فلماذا نتعاطى معه بطريقة التباكي أو البكاء والحزن والتفجع؟ هل هذا ما يريده منا الإمام الحسين؟ ينبغي أن لا، أن نترك البكاء، أن نترك اللطم، أن نترك العزاء ونقوم بأعمال أخرى. يعني يقولون الإمام الحسين هو عبرة وليس عبرة. الإمام الحسين هو عبرة صحيح، ولكنه هو عبرة أيضا، وإنما نصل إلى العبرة من خلال العبرة. والعبرة أرادها أهل البيت لنا لكي نصل إلى العبرة. نعم، البكاء بحد نفسه ليس هدفا، وإنما نهدف إليه لأنه يوصلنا إلى السير في المقاصد العليا التي أرادها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من نهضته. فأصبحت هدفا لنا، أصبحت مقصدا علينا أن نسعى ونربي عليه أجيالا. وهذه الآثار واضحة، لم يتمكن الظالمون مدى الدهور أن يقضوا على الثورة الحسينية. ليش؟ لأنها اختلطت فيها العبرة بالعبرة، لأن العاطفة فيها أصبحت في أعلى مقامات التعقل، لأن العقل هنا حكم علينا أن نتأثر التأثر الأقصى بهذه المصيبة العظمى لتبقى ولتستمر، وإلا إذا كانت مجرد أمور عقلية جافة تذهب. كثير من الأمور الفكرية أين هي توجد؟ لا توجد إلا في الكتب،
أبحاث توجد بين العلماء الذين يتدارسونها فقط، أما عامة الناس فلا يطلعون على كثير من الأمور الفكرية والعقلية. ليش؟ لأنها لم تأخذ الميزة التي من خلالها تستطيع أن تتغلغل في قلوب عامة الناس، التي تستطيع أن تجذب إليها العقول حتى وإن كانت غافلة عنها، لتؤثر تأثراً تلقائياً بل تكوينياً في الأشخاص المؤمنين الذين يسعون لطلب الحق. وهكذا كان الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم، وكلنا مدعوون إلى الثبات والتمسك بهذه مع شعائر التي بدأناها في هذا اليوم، والتي ينبغي أن تزيد وتزيد باستمرار في الأيام القادمة، لأنها من خلالها نرفع الراية التي سلمها الإمام الحسين معنويا إلى شيعته، ولا زال الشيعة يرفعونها مدى التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا وإياكم نصرة الحسين في الدنيا وفي الآخرة. صلى على محمد وآل محمد.